القديس العظيم الأنبا إبراهام. ولد الطفل بولس غبرييل بقرية دلجة مركز دير مواس في 10 يوليو عام 1829 ميلادية، وفي عمر 15 رسم شماسا. وفي عمر 18 ترك العالم وترهب بدير المحرق عام 1860 ميلادية، ورسم قسيسا بيد الأنبا يعقوبس أسقف المنيا. اختير القس بولس عام 1866 ميلادية لرئاسة دير المحرق، وتمت ترقيته لرتبة القموسية، واهتم اهتماما كبيرا بالدير. وفي عام 1870 ميلادية عزل القموس بولس الدلجاوي من رئاسة الدير، وتوجه مع بعض الرهبان إلى دير السيدة العذراء الشهير بالبراموس، تاركا بدير المحرق القمص ميخائيل البحيري. وفي عام 1881 ميلادية رسم أسقفا للفيوم والجيزة بيد البابا كيرولوس الخامس. وبعد أن أمضى القديس من العمر 85 عاما، منها 33 عاما في خدمة الأسقفية، انطلق بسلام لدار الخلود عام 1914 ميلادية، وتم نقل الجسد إلى مزاره الجديد في 2 يونيو 1987 ميلادية. Thank you.
بركة القديس العظيم الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة تكون معنا جميعا آمين.